سعداء بافتتاح الفرع الأول لعيادة حارب للأسنان في شاطئ القرم. هذه العيادة تأسست عام 1977 وهي أول عيادة طب وجراحة أسنان ملك لطبيب أسنان عماني وعائلته. هذه العيادة الجديدة مؤثثة ومهيئة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة التي يحتاج لها أطباء الأسنان، علاوة على الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا. هذه دلالة أيضا على مدى نجاح العمانيين في القطاع الخاص إذا ما جدوا واجتهدوا. عيادة حارب للأسنان مع أولاده وبقية الطاقم يقدمون خدمات طبية عالية جدا، لديهم كما قلت هذا الفرع الأول، وبإذن الله ستكون فروع أخرى في المستقبل. الشهادة لهذه العيادة هي مدى كفاءة الطاقم أولا والعناية بالمريض ثانيا، ونتمنى أن نرى الكثير من هذه العيادات التي ستقلل الضغط على القطاع الحكومي أولا وتقدم خدمات للمواطنين والمقيمين ذات جودة عالية. طبعا نحن تم الحمد لله بشكر الله افتتاح فرعنا الجديد في شاطئ القرم، وهذا الفرع مزود بأجهزة طبية لا تتواجد من قبل عندنا هنا في السلطنة، وعندنا مثلا الـ 3D سكان CT سكان اللي هو نستخدمه على أساس قبل زراعة الأسنان، نستخدم هذا السكان لنشوف مدى سماكة العظم، طول العظم وقرابة العصب، على أساس لما يكون وقت الزرع قريب يكون سهل جدا للجراح أنه يزرع. كمان عندنا تقنيات مثلا مثل الانفيزالاين اللي هو نحرك الأسنان بطريقة بدون أسلاك، فتقويم أسنان بدون أسلاك. وكمان عندنا السرك ماشين اللي هو نقدر نسوي التلبيسة أو التاج أو حتى الجسر في جلسة واحدة فقط. وطبعا في هذا الفرع عندنا أطباء اللي وديناهم للتدريب وتجهيزهم لكي يقدروا يستخدموا هذه الأجهزة الجديدة، وصممنا المكان مثل ما تشوفوا بطريقة جميلة، والمرضى يكونوا في ترخي يعني وما يكون فيهم الخوف. فهذا المكان تقريبا الناس يخبروني انه تقريبا مثل سبا وليس عيادة أسنان، وهذا اللي نحن كنا نريد نسويه.